القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة، مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. هذه ساعتين و 17 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في منتدى الحياة من إذاعة الحياة فام على 93 في القيروان. تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا في مختلف معتمديات القيروان. حيو زاد الناس اللي تابعوا فينا اللي ديما يتفاعلوا معنا ويخليونا لي كومنتير واللي يبعثونا زاد ميساجاتهم على باج فيسبوك الحياة فام، اللي ديما يتفاعلوا معنا عن طريق الباج فيسبوك، وإلا زاد يكلمونا على 70 035 120. هذا موعد جديد من منتدى الحياة اليوم الخميس 12 ماي. هكا نكون وصلنا معكم لحصتنا الرابعة في الأسبوع هذا، طرحنا معكم برشا مواضيع إن شاء الله تكون نالت أعجابكم، وإن شاء الله نكون حققنا الإفادة. اليوم موضوع جديد باش نحكيو عليه كما العادة، ديما مواضيعنا من قلب الحدث، ديما مواضيعنا من المواضيع الحارقة اللي ديما نقول تشغل بالكم، المواضيع اللي ساعات ما تغيب علينا بعض التفاصيل فيها، بعض الجوانب كيف كيف اللي عادة ما عندنا ديما الخلط في المصطلحات وفي المفاهيم. هذا هدفنا احنا في البرنامج هذايا، باش نصلحوا المعتقدات الغالطة ونخرجوا في الاخر بالحلول. الهدف نتاعنا هو ديما مش فقط تحليل الظواهر الاجتماعية، ولكن ديما نمشيو للحل ديريكتومون. أكيد تعودتوا بوجودها معنا في الاستوديو الأخصائية والمعالجة النفسانية مدام سونيا جبيلي، مرحبا بك. مرحبا بك سوار، مرحبا بكل مستمعي الحياة فام، مرحبا باللي التحقوا بينا على 93، وإن شاء الله كالعادة نحاول نطوروا مرويحنا، هذا هو شعار أكيد. حصتنا ونحاول نصلحوا جسمون مفاهيم كيف اضطرأت سيادتك وذكرتها. دوك إن شاء الله زاد موضوع الحصة يجلب انتباه للناس واللي يحبوا جسمون شاركوا معنا ولا يحب يسمع نصيحة. دوك مرحبا به. أكيد احنا ديما نستنوا استفساراتكم، تليفوناتكم على 70 035 120، هذا استوديو متاعنا للنقاش معاكم، نحبوا ديما نسمعوا آرائكم وجهات النظر متاعكم، استفساراتكم وسؤالاتكم. اليوم معنا في البلاتو مدام فرجانية بن غزيل، أستاذة ومنسقة نادي التربية على المواطنة لهنا في القيروان، فرحانين برشا اللي تكون حاضرة معنا. مرحبا بك مدام فرجانية. عايشك وبيك وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تحصل الفائدة اليوم الحسنة. إن شاء الله بإذن الله. إحنا زادة نشكرك على قبولك الدعوة اليوم على غير العادة في الاستوديو معنا، خليني نقول كرونيكوز جديدة لأنها تبارك الله عليها ناشطة برشا، تحكي بالقدية، حتى كنا في الأوف حكينا شوية، فرح مرحبا بك، خليك تقدم روحك أنت. مرحبا بكم، فرح فطناسي، تلميذ دوزيام اني ليتغ، عضوة في نادي التربية على المواطنة حقوق الإنسان بمعهد عقبة بن منافع. جيت اليوم باش نحقق شوية إفادة ليا وللناس اللي من عمري، إن شاء الله يكون كلامي مقبول ويعجب الناس الكل. بإذن الله كلامك باش يكون مقبول وإن شاء الله تنال معناتها المداخلة نتاعك هذه وإلا المشاركة في تأثيث الاستوديو والبلاتو هذايا تنال إعجاب الناس اللي يسمعوا فينا. موضوعنا اليوم هو التنمر. وقت اللي نقولوا التنمر عنده برشا أبعاد، اليوم ولينا نحكيوا على الظاهرة هذية، ظاهرة ولت متفشية برشا في المجتمع التونسي، وإحنا ديما نحكيوا على تسارع وتيرة العنف في مجتمعنا في مختلف الأوساط، في المدارس، مؤسسات التربوية، في الشارع، في وسائل النقل، ظاهرة الحقيقة للأسف ولت موجودة برشا. إذاك علاش اليوم حبينا نطرحوا معاكم الموضوع هذية باش نفسروا ساعة في أول الحصة شنو هو التنمر، علاقته بالعنف، أشكاله، تأثيراته على الإنسان اللي يقع عليه التنمر. هذا الكل باش نحكيو فيه بحضور كما قلت ضيوفنا وبحضور مدام سونيا جبالي اللي ديما تعودتوا بها كل نهار خميس. سينو نقولكم خليكم ديما برونشي معنا على 93، الموعد من توا حتى للأربع متاع العشية، نستناو استفساراتكم، نستناو تليفوناتكم. معاكم كما العادة سوار بن حميدة من قدام الميكرو، نشكر سهيل السلمي في الديجيتال، إمنا بوخيت في الكوتي تكنيك، ما تبدلوش الموجة، خليكم برونشي على 93. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة. رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة، مرحبا بكم الناس الكل. نبدأ معاكم حصتنا اليوم من توا حتى للأربعة متاع العشية. نعود نذكر الناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع، اليوم موضوعنا التنمر. قبل ما نبدأ النقاش في موضوع الحصة اليوم، حبيت مدام سونيا تعرف لنا ساعة نفهموا احنا ونفسروا زادة للناس اللي يسمعوا فينا شنو التنمر، علاقته بالعنف، وقتاش نحكيه على تنمر، وقتاش نحكيه على عنف، والتأثير أكيد النفسي للتنمر. نبدأ ساعة بتعريفنا للتنمر مدام سونيا. التنمر هي عملية استهداف شخص مستضعف من قبل فرد أو مجموعة.
معناها اش معناها؟ معناها نحن نشوفوا انسان، نستهدفوا انسان يكون بين ظفرين، ضعيف الشخصيه او حساس او تظهر عليه علامات كونه لا يكتسب معناها توازن نفسي، فان نقوم بعمليات تستهدف نقاط الضعف اللي فيه، كسوا من طرف شخص او من طرف مجموعه. الاستهداف هذا يكون عنده جينيرالمون واقع نفسي، دونك يكون عليه عنده معناها تبعات نفسيه على الانسان اللي قامت معناها وقع عليه عمليه التنمر. والتنمر ياخذ برشا اشكال، فما التنمر الالكتروني، هو بالمصطلح الفرنسي كل العباد تجب تفهمه بالمصطلح الفرنسي اكثر من العربي، اللي هو لاخسيلمون. يقول لك يرسلي فيا نهار، حتى بالدجاجه بالدجاجه يقول لك نهار كل هو يرسلي في، دونك سي دو لاخسيلمون. ينجم يكون هذا التنمر، هذا ينجم يكون تنمر الكتروني، هذه ديجا من اخر الدراسات اللي خرجت بالظاهره هذه جديده، اللي هو التنمر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او عن طريق التكنولوجيا الحديثه بصفه عامه. عندنا التنمر الاجتماعي، عندنا التنمر اللفظي، عندنا التنمر الجسدي، دونك فيها برشا انواع، ياخذ برشا اشكال التنمر. به بيان سور عمليه التنمر تنجم توقع في اي مكان وفي اي زمان، يعني مش مربوطه، خاطر معروف برشا تو دراسات وتدخل حاجات نحكيوا عليهم، نحكيوا برشا على التنمر في الوسط المدرسي، ولكن التنمر غير مربوط كان في الوسط المدرسي، راهو مربوط برشا اماكن متعده، في الخدمه، في القرايه، في المصالح العموميه، في الشارع، في وسائل النقل، سي ان بو بارتو. التنمر ينجم يصير في اي مكان وفي اي زمان، كيف في العائله بيان سور، في الوسط الاسري ايفيكتيفمون، دونك تنمر بين الخوات، بين الخالات، بين العمات، بين الاصحاب، فوالا. وكذلك وقتاش، سؤالك الثالث باش نجاوب عليه، وقتاش نفرق ما بين تنمر وعنف؟ ده التنمر هو بدايه عن مراحل عمليه العنف، يعني نبداو بالتنمر باللاغسيلمون، النتيجه اللي هي الواقع معناها نتيجه عمليه التنمر بنتيجة هي تكون مادية، فيقع التنمر. فما هو نوع من العنف اللي هو العنف الرمزي، وفما التنمر. يقولك به التنمر هو ينجم يكون لفظي، التنمر ينجم يكون لفظي، ينجم يكون سامبوليك معناها رمزي، معناها نوريه تصويرة، نوريه تصويرته هو صغير كيفاش كان نقعد نضحك عليه، فهمت؟ من بعد نرجعوا لها النقطة داكوردو. مثلا ساعات يكون الإنسان اللي قدامي، علاش قلت ديما نستغلوا نقاط الضعف عند الإنسان هذاك، مثلا ساعات يبدأ صغير، يبدأ مثلا عنده تأتأة، فنحن نتنمروا عليه على التأتأة هذيك. يعني الإنسان باش تتنمر عليه أولا تنجم تكون تعرفه في الوسط اللي انت فيه، ما يكونش غريب عليك، نجمش تكون في الشارع ديريكتومون تتنمر، لا، هذاك اللي الانسان الغريب عليه اللي وقتها نسميوه عنف رمزي، ما نسميوهش تنمر. ولكن التنمر الخصوصيه نتاعو كونك الانسان باش تتقع عليه عمليه تكون انسان تعرفه ولا في الوسط اللي انت فيه، مش انسان غريب عليك. دونك الفرق ما بين العنف الرمزي والتنمر، دونك كنت نفسر فيه، والفرق ما بين التنمر والعنف المادي، اللي هو التنمر ما فيهش حاجة مادية ملموسة، معناها التنمر باش يقعد ديما بالمشاهد، بالكلام، بالحركات فقط، ولكن العنف ينجم ياخذ الجانب المادي، فكيف الضرب، كيف يكون عنده اثار، فوالا، اثار وتبعات ماديه. باهي، نمشيو معاك مدام فرجانيه، نحكيو شويه على هالانتشار وتفشي الظاهره هذه، بعد شويه باش نحكيو معاك زاد على ليفينمون اللي عندكم في لهنا في القيروان. فقط حبيت نحكي معاك شويه، مثلا وقت اللي مدام سونيا هي تحكي، اعطت دي زيكزامبل، احنا مثلا في المجتمع التونسي عندنا مثلا تصوير انسان عندها 10 سنين تجبدها وتدور بها طول على الفيسبوك ويعملوا عليها اب، هذا شكل من اشكال التنمر اللي احنا نعملوه ساعات ونبداو معناتها مانيش واعيين بيه. وفادلك فوالا، هنا حكيت على الفادلك، ديما نقول انه بين الفادلك والتنمر خيط رفيع جدا، وظاهرة التنمر تبدا بارفوا هكا فادلك، ولكن تكون فادلك مبطنة، يعني تكون فادلك لكن تؤدي يعني في الباطن نتاعها فيها تنمر. دونك تنمر كما قالت مدام سونيا، ومنتشر في كل الأماكن، يعني نبدأ من الأسرة للمدرسة للشارع،
أنا ممكن باش نحكي كأستاذة باش نحكي على التنمر خاصة في الوسط المدرسي. حقيقة اليوم التنمر أصبح ظاهرة متفشية وظاهرة للعيان. أنا كأستاذة قديش من مرة يجيني تلميذ يتشكى من زميله، يعني هذا اللي ممكن اللي تجرى، وما نحكيش على سلوكه، نحس من سلوكه يبدا هكا منعزل قاعد وحده فوالا، الا ما نساله باش هكا يحكي لي، اما بارفوما ما يحكيش. يعني ظاهرة التنمر يعني قاعدين نعيشوا فيها يوميا، معناتها ظاهرة ولا يوميا يعني. وكما هكا كما كنت نحكي تبدا بكمكوا نفدلك، حتى كي تجي تسال التلميذ علاش عملت هكا، ولا والله مدام نفدلك نو، هنا وقتها نوليو كي 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 تحس انه ضحية التنمر تقلق، وقتها ما عادش تولي فدلك، وقتها نوليو نحكيو عن تنمر مش فدلك. وقت اللي نحكيو على اساءة، وقت اللي نحكيو على انك تعمد، فما تعمد انك تسيئله، انك تجرحه، انك تشهر بيه بالحاجات النقاط الضعف نتاعو، تشهر بيها تشوه له تصويرته. خاصة زيد حكيت التنمر خاصة في الوسط المدرسي وين تقلق، لانه التنمر مش باش يصير بين زوز افراد، باش يكون فرد متنمر وفرد متنمر عليه ومجموعة اللي هي تكون حاضرة واللي بارفوا تلعب دور نتاع المشجع، فوالا المشجع تلقاهم يضحكوا هذيك وين تزيد فوالا يعمق المشكل ويعمق التأثير السلبي على المتنمر عليه. خاصة نتصور هذه في الأوساط المدرسية في الأقسام، أو معنا فرح تلميذة كنت نجم تحكي لنا على الظاهرة هذه في المؤسسات التربوية. التنمر في الوسط المدرسي ظاهرة متفشية برشا، والحجة اللي يستعملوها أغلبية تلميذة هي الفدلكة. كل سواء المتنمر عليه ما يخممش انه الفدلكة اللي هو قاعد يحكي بها تنجم تتوصل مساس في كرامة الشخص ومساس في ثقته بينه وبين روحه. فانت كإنسان كي تقف قدام المراية وترى روحك وبعد تذكر كلمة قالها لك زميلك في المدرسة ولا في كلوب ولا في اي اطار اخر، خاطر التنمر يتجاوز الوسط المدرسي، باش يولي عندك اختلال في شخصيتك وماكش متوازن لا نفسيا لا ذهنيا حتى قدام زملائك. اي هو استهداف واستنقاص من قيمه الشخص، على ذاك التنمر ظاهره ما تتقبلش لا دينيا ولا اخلاقيا ولا اجتماعيا، خاطر هي مساس مباشر بكرامه الشخص وبقيمته الانسانيه. فانت كانسان ما تنجمش تقلل من قيمه الاخر بمجرد عيوب ريتها فيه وانت ماكش خالي من العيوب. به توا تلمذا اللي يقراو معاك كل عندهم الوعي اللي عندك انت بالظاهره هذه، فاهمينها فاهمين حجمها، والا معناتها الواقع اللي تنجم تعملوا كلمه بتفدليك كما قلنا نتاع تصويره قديمه نتاع حاجه من الحاجات هذوما، يعني اصحابك انت زملائك اللي يقراو معاك اللي عندهم نفس العمر نتاعك انت فاهمين كما انت فاهمه هكا. والله ما نصورش، خاطر لما جوريتي نتاع تلامذة توا يعني قلت لك يتحجوا برشا بالفدلكة، كان جا عندهم الوعي نتاع الخطورة اللي يوصلها التنمر العبد راهم ما يوصلوش يقللوا من قيمة الطرف الآخر ولا يوصلوا ويهينوا، على خاطر ديما نقولوا نحطوا رواحنا في بلاصة الطرف الآخر، كيما انت ما تمناش نضر روح ماكش تمناها للطرف الآخر. وانت اليوم بالوعي هذا قاعدة تبرتجي فيه مع زملائك مع اصحابك، قاعدة توعي فيهم على الاقل انت كي عندك هل بالحق، معناتها انا منبهره بالكلام اللي تحكي. شكون اللي معناتها نقول هاي شقط في بلاصتي الاثنين الجايه ما في بلاصه مدام سونيا، شكون انت في تعويض مدام سونيا؟ تصور مدام سونيا مش باش تكون عندها مشكله هكا ولا اكيد مدام سونيا ما تعرضش. باهي فرح يعطيك الصحه، الحقيقه احنا نفرحوا برشا وقت اللي نلقاو تلامذه في العمر هذا عندهم الوعي، خاطر الظاهره راهي خطيره برشا والتاثير نتاعها راهو زاد سلبي برشا ويقلق، خاصه التلامذه اللي يبداو في عمر انت حتى للانتحار، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كي تجي وتبع دراسات تلقى اللي أكثر نسب الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المعاهد نتاعها. التنمر ظاهرة منتشرة في العالم الكل، أما ناخذها هي كإكزامبل خاطر الانتحار أنت كي تكون متسبب في قتل روح بريئة
غراف على الاخر. وي خاصه وقت اللي نحكيو كما قالت مدام سونيا على الشخصيات اللي الناس يكونوا هشه شخصيتهم في ساعه ما تتهز من كلمه ولو انه راه مش كلمه معناتها احنا نبسطوا في الواقع نتاع التنمر راهو معناتها عنده وقعه وراهي ظاهره خطيره واحنا نندوا بها مهما كانت معناتها ساعات حتى تلم ذكي تحكي معاه مش تلم ذكاء واحنا نحكيو معناتها تو من الوسط المدرسي ساعات كي تسال الانسان المتنمر يقول لك عادي وساعات زادت تلقى تطبيع مع الظاهرة هذية. هو جستمان سيوار وقتش نحن نحكيه على ظاهرة التنمر وقت اللي وتيرة العملية متاع التنمر تطول في الزمن معناها مش حاجة معناها تعديت مرة الكرام عرضية أو مؤقتة في فترة معينة تتكرر نفس الحاجة تتكرر مرة واثنين وثلاثة حتى الإنسان اللي 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 وقعت عليه عملية التنمر حتى ولو يكون عنده حصانة على من جنب الصحة النفسية حتى ولو تكون ما عندوش هشاشة نفسية الوتيرة يتأثر بشوية بشوية فيتعمق المشكل على خاطر تلقى ساعات كومباغازار نحن كيف ما كنت تحكي يا فرح معناها فما تجارب في الولايات المتحدة الأمريكية معناها فما اتود دو كا صارت على إنسان حتى كي بدل من ولاية لولاية نفس العملية متاع التنمر بنفس الأسلوب تمارس عليه في ولايات متعددة فهذا ما ولا معناها ما عادش بالنسبة لي هو هذاك تنمر فولا خذها على أساس كون هذيك حقيقة فيه وقت بس على أساس حقيقة فبس شخصية جديدة والشخصية هذيك بيانسور انهارت في وقت واجيس جيكم لهنا على خاطر زادة فما التنمر الإلكتروني في البوستات اللي تهبط على الفيسبوك فما بوست منتشرة برشا تقول قد لا يناموا البعض من كلمة قالها أحدها فأنا كرأي شخصي ما نراش أنه التنمر نجم نوصفوه بكلمة هذيك رصاصة موجهة للضحية اللي أنت هي في ظاهرها كلمة هي في الظاهر كلمة ولكن الواقع متاحة وتأثير متاحة راهو معناتها كما قالت هي بمثابة كينك معناتها خلينا نقوله معناتها عنف هو في معناتها عنف وعنده مصدر هو مصدر للعنف احنا مازلنا مواصلين معاكم البرنامج من توا حتى للاربعة متاع العشية نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجعوا لكم ديما نعاود نذكركم 70-035-120 على ذمتكم كلمونا اذا عندكم اي استفسار والا تحبوا تشاركونا تجربة تعرضتوا لها ايجابية سلبية في الموضوع هذايا مرحبا بكم وبكل اتصالاتكم ديما صحتكم النفسية تهمنا برشا هذاك علاش اليوم اخترنا نحكي لكم على موضوع التنمر وظاهرة التنمر والاثار النفسية للظاهرة هذي خاصة الأثار السلبية ما عندها كان الأثار السلبية هي أعراض هي أعراض لإنسان يشكو من عملية التنمر أو ضحية عملية التنمر وإحنا كنقولوا ضحية ما نيش نبالغوا كنقولوا ضحية لأنه بالحق ضحية نظرا للواقع والأثار النفسية اللي تنجم تطرأ على الإنسان وقت اللي يتعرض مثل هذه العمليات ومثل هذه الظواهر والأخطر من هذا أنه الإنسان المتنمر ما هوش واعي بخطورة الشيء اللي قاعد يقوم به مش ديما سوى ولا ساعات يكون عندها ساعات دونك هو شنو كيف ما قالت قبيله مدام فرجاني دونك ساعات تبدا باسلوب فدلك فيحس روحه اللي هو يستمد القوه من الضعف من الانسان اللي من الطرف المقابل فيولي اسلوب حياتي ويبرز في روحه فوالا تري بيان دونك ما عادش ينجم معناها يتصرف بطريقه عاديه خاطر هذيك الطريقه الوحيده اللي نجم يستمد منها قوته في الانسان بيان سور اللي يختاره هو يكون عنده جستمون ضعف او نقاط متاع ضعف يستهدفها مسبقا راهو اللي باش يقوم بعمليه التنمر راهو انسان ذكي عنده ذكاء اجتماعي خاطر يعرف كيفاش يختار الضحيه نتاعو مواطن الضعف في شخص اكيد يعرف يلاحظ يعرف الانسان انه اللي عنده هشاشه نفسيه او لا باش ينجم يقوم بعمليه التنمر دونك ما نستهنوش بالعباد هذه اول حاجه ثاني حاجه اللي يمارس في عمليه التنمر قلنا ديجا يستمد قوته دونك يولي له اسلوب حياتي يستعمل هذاك باش ينجم ديما يحس بالثقه بالنفس على خاطر الناس الكل هو كي يلقى ضحيته قدامه معناها تنهار هو هذاك الاشباع الاحتياج الاشباع اللي قاعد يقوم به يحقق هدف ايفيكتيفمون وصل لها ونحن من نوع اكلي في سورتو في العمر في الشريحه العمريه اللي هو ما بين ما قبل المراهقه والمراهقه غالبا من خصوصيات مرحله المراهقه او ما قبل المراهقه اللي هو فما الانتماء للمجموعه
فوقت اللي يراو اللي فما واحد من المجموعة قاعد يستمد في قوته بالطريقة هذيك، فهو ياخذوه كأسلوب وكمنهج اجتماعي يقتديوا به الكل باش يكونوا ديما باش هما يحميوا رواحهم من عملية التنمر، فيتضامنوا مع الإنسان اللي قاعد يقوم بعملية التنمر، فتولي مجموعة ضد شخص، وهذاك هو اللي يزيد يعمق المشكل عند الضحية. يظهر لي الحملات التحسيسية مهمة برشا في الموضوع هذا، خاصة في الأوساط المدرسية. ليه للتنمر نحب الناس تفهمني باش تحكي لنا انت على اليوم التنشيطي هذايا، واكيد بعد نرجو باكثر حديث مع مدام سونيا ومع فرح زيد، دونك باش تحكي لنا على اليوم التنشيطي هذايا. اي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله غدوه بمعهد عقبه بمنافع عندنا يوم تنشيطي حول موضوع التنمر في الوسط المدرسي، اخترنا له كشعار نحب الناس تفهمني، وهو يعني عنوان عمل ان شاء الله باش يتم عرضه في اليوم هذايا بعنوان يعني نحب الناس تفهمني. دراستنا للموضوع هذايا في إطار النادي دائما يكون من اقتراح تلامذة، المواضيع ديما يثيرها التلميذ من المحيط متاعه من الواقع متاعه. في بداية السنة نختاروا الموضوع بالاعتماد على مقترحات تلامذة، يعني أكثر المواضيع اللي نجم نقول أجمع عليها أعضاء النادي هو موضوع التنمر، هذاك علاش خدمنا عليه طيلة سنة. في بداية السنة عملنا جلسة حوار حول العنف في الوسط المدرسي أيضا تزامنا مع الواقعة اللي حصلت لزميلنا صاحبي بن سلامة. وفي نهاية هذه السنة اخترنا أنه نعتمد موضوع التنمر باعتباره فعلا أصبح ظاهرة متفشية كثيرا بالوسط المدرسي. حبينا من خلال اليوم التنشيطي هذا نوضحوا شنية التنمر أولا، شنية الأسباب اللي الدافع اللي تخلي تلميذ يلجأ للتنمر، هل فعلا المتنمر دائما هو يعني ننظروا له ك يعني شخص هكا خايف ولا فاعل، اما النجم نحكيوا عليه كضحيه، لانه في اخر المطاف كي نجيو نغوصوا في الاشكال هذايا نلقاو انه المتنمر والمتنمر عليه كي ندرسوا الاسباب نلقاهم الزوز للاسف ضحايا ولا يتعرض لنقاط مشتركه اللي هما هو بيدو المتنمر وقعت عليه عمليه تنمر، فبدوره من اصبح مني كان ضحيه فأصبح هو دونك هي سلسلة كاملة. ونحبوا بطبيعة ونحبوا من خلال اليوم هذا نخرجوا بحلول، لأنه في اليوم هذا اخترنا أنه مش بش يحضر كان تلميذ، بش يحضر الأستاذ، بش يحضر الولي، لأنه المشكلة هذه ما تنجمش تتحل في إطار تلامذة فقط، وإنما حتى الأسرة عندها دور، المربي زاد عنده دور، دونك حبينا أنه الأطراف الكل يكونوا مجتمعين مش هما الكلهم يدخلوا في العملية التربوية دونك هام جدا أنهم يكونوا متواجدين، وعلاش لا الكلنا نخرجوا بحلول نتعلموا علاش لا كيفاش أنا نتعامل مع هالتلميذ المتنمر ونصلحوا من رواحنا ونصلحوا من رواحنا صحيح، إذا كان أخطأنا وإذا كان ما نعرفوش نتعاملوا مع هالظاهرة هذه فرصة فرصة إنه نتعرفوا على الحلول هذه ونتعلموا. أنت مدام فرجانية قلت إنه تلامذة اليوم برشا منهم أجمعوا على الموضوع هذا واختاروا الموضوع هذا، دونك على الأقل فما شوية وعي بخطورة الظاهرة هذه بما إنه تلامذة هما اللي اقترحوا الموضوع هذا. أكيد، لأنه تلامذة اقترحوا الموضوع هذا لأنهم هما نفسهم حسوا إنهم ضحايا للتنمر، يعني ما اقترحوش خاطر يعني كانوا اطراف متفرجه، لا يقول لك مدام انا نفسي تعرضت للتنمر، والدليل على ذلك انه من بين الفيديوهات اللي باش زوز هما فيديوهات اللي باش نعرضوهم، فما فيديو يتحدث عن قصه واقعيه حدثت لي يعني تلميذه وحبت تحكي حكايتها باش توري انه التنمر راهو حاجه خايبه، لانه التلميذه هذه من الطف الله انه خمت في الانتحار، ومن
ألطاف الله أنها يعني تراجعت تجاوزتها المرحلة هذه. دونك حبينا من خلال الشهادة هذه نوريو راهو التنمر راهو ما يلزمناش نستسهلوها كسلوك، راهو سلوك ينجم يكون هدام، ينجم تكون عواقبه وخيمة جدا. خاصة انت قلت معناتها فما شكون بعد التعرض للتنمر يولي خامم في الانتحار. قبل ما نرجع معكم ميسالش مدام سونيا الكلمة ليك، سينو حبيت نسأل فرح حسب رأيها هي شنو ما الحلول اللي تراهم مثلا نجموا بالحلول هذوما نقصوا شوية من الظاهرة هذه، كيفاش نجموا الواعي والتلامذة؟ زاد احنا ديما السيبل متاعنا هو التلامذة، ولو انه التنمر اليوم متفشي مش كان في الوسط المدرسي، في مختلف معناتها في المحيط الكل، في حاصله من اللي انت ماشي تخدم للي توصل، من اللي انت ماشي تقرا في وسائل النقل، في من اللي تحط سيقك في الفضاء الخارجي، في الفضاء الخارجي وقت تنجم تكون اذا ديجا ماكش في العائله، في العائله ما تعرض له في العائله. يمكن احنا في العائله سامحني فرح ساعات بدنا نتبعوا شويه معاه التنمر في العائله على اعتبار انه من انسان قريب، امك اختك اخوك، معناتها نشوفوه حاجه عاديه فادلك، ولو انه زاد نجم يكون عنده اثر على الصغار. خلينا ناخذ ساعه مع فرح الحلول وبعد نرجع نحكي. معليه انت توكي تحكي وانا راكي راجع نفس القائمه وفانت كنت وقع عليها التنمر في اسلوب فادلك مانيش باش نوصل والله انا حسب رايي الشخصي كتنمر الى اي ظاهره اجتماعيه اخرى تضر بالكيان الانساني، نرى الدافع الاول والمسؤول الاول هو العائله وخاصه لي بارون، خاطر لو كان احنا نحب ننظم مجتمع سليم خالي من كل التراكمات هذه نعرف كيفاش ناسسوا تربيه صحيحه، خاطر لي بارون هما المدرسه الاولى اللي يتمنهج فيها الصغير والطفل. فاذا انت عرفت كيفاش توجه صغيرك وعرفت لي بوين اللي يلزمك تفيقوا عليها وديما تعلمه كيفاه يتعامل مع الاخر، ما تخليوش فك السيركل المحصوره فنفسي نفسي وكهو، لازم تعلمه انه الاخر زاد عنده احساس عنده شعور يحس كيفك، فاللي ما تتمنوش لروحك ما تتمنوش لغيرك. فانت كنت فما حديث يقول كلنا من ادم وادم من تراب، فشكونك انت كما تنمر والا كاي انسان متسبب في ضرر للشخص الاخر باش تجي تنقص من قيمه الشخص الاخر وتحسسه باللا قيمه. هذاك عليه نقترح انه لي بارون يتصرفوا بسلوك حضاري ويعلموا اطفالهم كيفاه يحترموا الاخر احترام الغير. زاد في البرامج المدرسيه نتاعنا في التربيه المدنيه نجموا كالوزاره تحط درس وإلا محور كامل حول التنمر وكيفاش احنا نتفاديه ونتعلم ونأسس ذواتنا على احترام الغير. وزاد النجم والحملات توعوية والحملات التحسيسية صحيت يعطيكم الصحة انتم كإذاعة اخترتوا سوجي امبورتون مش الناس كل تختاروا هكا، ولي كلوب والأنشطة الثقافية اللي كونوا شخصية التلميذ وشخصية الطفل عام. وانت يعطيك الصحة فرح اليوم عطيتنا درس الحقيقة، حسيتني اللي أنا سأعتزل نحطها في بلاصتي وكلام على من طول مش على نعطيو الفرح والله حاجه تفرح وقت اللي في هكا في العمر هذايا. فرح مش صغيره راهي عمرها 17 سنه، عمرها 17 سنه في العقل مش فوالا العمر، العمر مجرد ارقام والله. ساعات تلقى شكون عمره في معناتها كبير في العمر ولكن الوعي هو المهم. يمكن الانترفونسيون سامحني نتاع سوار نتاع فرح نجم يمكن تلغي العقليه اللي نحن ماخذينها اليوم على شبابنا. اليوم يقول لك شبابنا من غير عقل، ولا جيل كامل كله كان بالقشور نتاع مواقع التواصل الاجتماعي، جيل غير بناء، كي تحكي معه تلقاه ما يفهم في حد شيء. لا سامحني هذا انموذج معناها هذه نوع من التنمر اللي راهي ترزق فرح. انموذج حي معنا موجود على 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 المنبر هذا دوك من خلاله بكل عفويه راه بتدخل لما شكون يشاهد فينا على 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 صفحتنا الفيسبوك، مش كل مش يشاهد فينا اما راه بكل عفويه يعني كلامها لهي محضرته لهي لهي قاريته مش اخر وقت. انا اول مصافحه مع فرح كانت تقبل الميسيون بدقائق مثلا للامانه، هذا يوريك اللي ما شاء الله عندنا طاقات هايله شبابيه هايله غير نحن بركه نعرفوا كيفاش نأطروهم وكيفاش يوظفوا هكذا الذكاء هذا ونستثمروهم
نستثمروهم جوست. ونحب نعطي شهادتي زادة، لانه انا كي نقول فرح هي عضوه في النادي، ونجم نقول انه النوادي الثقافيه راهو تلعب دور كبير في التوعيه وفي التحسيس. وبالنسبه لي انا النادي الثقافي كان بالنسبه لي انا اكتشاف للمواهب، لانه التلميذ اللي يجيني للنادي هو يكون نفسه تلميذي في القسم، في القسم نلقاه حاجه، في النادي نلقى طاقه اخرى. بالحق نكتشف التلميذ في إطار النادي، لأنه النادي هو فضاء باش يخرج فيه فوالا المواهب نتاعو وغيرها. دونك كي نحكي على التنمر نحكي على دور النوادي الثقافية كيما حكيت فرح، لكن زادة نحكي على أهمية إنه منظومتنا التربوية تهتم خاصة بالحق في الاختلاف. تعلمنا كيفاش نتعاملوا مع الاختلاف. بي احنا معنا بالتليفون مدام نجيبة مستمعة، كلمتنا على 70-35-120. مرحبا بك مدام نجيبة على موجة الحياة تفاي. مرحبا بكم ومرحبا بكل الحاضرين معاكم. فرحانة برشا بالتدخل معاكم في هالأمسية الرائقة والجميلة. ونحب من موقعي نبارك هالإذاعة اللي قاعدة تقدم بخطى عملاقة، ما شاء الله عليكم. انتباهكم في برامجكم ما شاء الله هادفة، وإن شاء الله مزيد من التألق. يعطيك صحة مدام نجيبة، احنا أكيد نفرحوا برشا وقت اللي نلقاو تفاعل وثقة من الناس اللي يسمعوا فينا. موضوعنا لليوم ما نعرفش بديت معنا من بداية الحصة ولا التحقت بينا توا في الاستماع. التحقت بكم نذكرك بالموضوع اليوم، نحكيه على ظاهرة التنمر في تونس، الظاهرة هذه اللي قاعدة تتفشى خاصة في السنوات الأخيرة. كنا مع مدام سونيا جبالي الأخصائية والمعالجة النفسانية، أكيد معنا في الاستوديو زادة المنسقة بنادي التربية على المواطنة الأستاذة فرجانية بن غزيل والتلميذة فرح اللي أثت لنا الحصة بمداخلات تحقيقة نعرفش سمعتها وإلا لا، مداخلات بناء الحق معناتها ما شاء الله عليها. حبينا اليوم ناخذوا معنا هكا من التلميذة باش نفهموا هالظاهرة هذه علاش متفشى أكثر في المدارس وفي المؤسسات التربوية. حكينا مع فرح، لقينا أنها واعية بخطورة الظاهرة هذه، دونك مازال فما أمل في الشباب وفي الجيل اللي جاي. ومن بعد شوية على كده الأمل ديما هو يبقى الأمل ديما موجود، خاطر من غير أمل رانا ننتهيو. الأمل في الإصلاح والأمل في جيل أفضل وفي جيل واعي ديما موجود، خاطر أنا باعتباري أستاذة القسم فيه فاريتي، فيه الباهي، فيه الخايب، فيه المتشدد، فيه ونفتح معاهم مواضيع أنا في المجال هذا، نفتح معاهم قوس في المجال هذا ونشوف أسباب التنمر متاعهم ونعرف كيف ما تنمر ويتشكيولي. مدام نجيبة سمحت سبق وحكيت مع تلامذتك في موضوع التنمر، شنو كانت الإجابات مثلا؟ والله إجاباتهم بصراحة ساعات تكون لي صادمة، تكون لي صادمة. ساعات التلميذ يعترف أنه الولي متاعه وراء أو هو السبب اللي جعل منه يتنمر. الولي توا ولا معيش ولده في عزلة، تقريبا في عزلة، يرفض الاختلاط هذا من ناحية، ومن ممكن عنده دوافعه يخاف على صغيره من ناحية، أو بحكم ضغط الدراسة، ضغط الدراسة يخلي التلاميذ ينعزلوا، وكل انعزال يولد عندهم طاقات سلبية، وربما يولد لهم الأنانية المفرطة، فكل تلميذ يرى روحه خير من الآخر. ما أنت ما يتقبلش الاختلاف، ما يتقبلش الاختلاف، يرى روحه خير، بما أنه هو خير يلزم يكون سيد المواقف الكل، ويلزم يكون هو اللي يديريه القسم أو يديريجي الألعاب أو ما إلى ذلك. فهذه تخلق عندهم شوية نوع من العداوة، ويوليوا يلوجوا لبعضهم في النقائص، حتى تكون ما هيش نقائص صحيحة، أما يخلقوا لبعضهم نقائص ويسبوا بها بعضهم. فرح تحب تتفاعل معها؟ وي بيه تتفاعل معك فرح. يا فرح أي مرحبا المستمع، شرفتنا محلى كلامها ساقبة لكل شيء. أعطت فوا مهمة برشا، واللي هي السورس نتاع التنمر اللي يبدأ من العائلة، يبدأ من لي بارون سورتو، خاطر المتنمر عليه ما نجموش نردوه هو كظالم الوحيد، هو زاد الضحية كيما المتنمر والمتنمر عليه.
المتنمر عمره ما يجي للطرف الاخر ويتنمر عليه بصوره مباشره من غير حتى مبرر، لخاطر احنا نعرف اللي ما فما حتى حاجه تجي من عدم والا تجي من فراغ. فانا نوجه المسؤوليه الاولى للوالدين، ما تخليوش صغاركم يعيشوا على مفهوم انه ما يتربيوا كونهم ما عندهم ثقه في رواحهم، والا لا كومباريزون سورتو المقارنه صحيح. اللي يربيوا عليها صغارهم، وهذه حاجه غلطه برشا ولازمها إيه فلازمها تتعالج. أبار الأخوة، شوف بنت فلان قداش جابت، شوف بنت فلان إيش عملت. هو الصغير هذا موضوع كبير، شوف هذاك جايب وشوف هذاك جايب وشوف هذاك جايب، خاطر هما حيثيات ويولدوا حاجات كبيرة ما لازمش نسكت عليهم. مدام نجيبة بربي سامحني، مدام نجيبة باش نخرج بك من السياق، شنو رايك في التلميذة اليوم تقرا دوزيام اني وتحكي هك؟ والله ما شاء الله، هذه هدوما النوعية دوما متلامذة اللي بالرسمي يخليو عنا برشا أمل، واللي يخليونا متفائلين اللي مازال فما شباب معناها عنده قوة شخصية دون غرور، وعنده قوة عقل زاد دون غرور، ويمرفوا توظيف إيجابي، وهذه حاجة باهية، وإن شاء الله يا ربي نلقاو منها برشا في شبابنا إن شاء الله. هدوما اللي بش ياخذوا المشعل نهار آخر، وإن شاء الله ياخذوا بنجاح. يعطيك صحة مدام نجيبة على الاتصال مع أبينا، ويعطيك صحة إن شاء الله ديما تكون متابعة وفية لإذاعة الحياة فيم ولبرنامج منتدى الحياة. أكيد إذا عندك أي اقتراحات مواضيع تحبنا نطرحوها تنجم تخلينا ميساج على باج فيسبوك الحياة فيم، وإلا زادة تكلمنا على 70 35 120. كنت معك مدام فرجانية نحكيو على اليوم التنشيطي هذا، نرجع شوية نحكيو شنو ما الأنشطة اللي باش يصيروا، الفعاليات اللي باش يكونوا موجودين في اليوم هذا. أي الأنشطة كما قلت دونك عنا عرض ومضة تحسيسية بشراكة بين نادي التربية على المواطنة حقوق الإنسان بمعهد عقبة بن نافع ودار الشباب النموذجية بالمنصورة. أيضا فما عرض شريط فيديو قصير عنوانه نحب الناس تفهمني من إعداد نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان. كذلك عملنا لوحة تعبير جسماني من تصميم حمزة شعباني اللي نحب نوجه له تحية شكر، لأنه من بداية التكوين النادي الحق كان ديما داعم للنادي، هو اللي يقوم بتصميم لوحات يعني تكون حسب الموضوع اللي نتركوله فلا هيدفة فلا 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 باسم الموضوع، يعني ما يعني نحب نوجه له تحية شكر وتقدير حمزة شعباني. تعب معنا برشا. اي تعب يعطي الصحة. دونك أخت العروض هذه، وما بطبيعة عنا ورشة عمل بشكون من تنشيط مدام سونيا جبالي الغنية عالتعريف بطبيعة لينا شرف لينا بالحق لينا شرف إنها تحضر معنا في إطار النادي للمرة الثانية، لأنه حتى كي في جلسة الحوار اللي قمنا بها في بداية السنة العنف في الوسط المدرسي زاد حضرت معنا مدام سونيا، نوجه لها تحية أخرى. صحة وشكرا على هذه تحسوا واجب، معناها واجب أنا اليوم كي نلقى تلميذة من تلامذتي تحكي بالطريقة هذه وعندها قيمة الوعي هذه الكل من خلال الأنشطة أو من خلال زاد حضورها في نوادي معناها معايا جستمون. نحن اليوم قاعدين نأطروا في شباب اللي هو مواطن الغد، وكي تلقى أنت اليوم شاب معناها سيء بالنسبة لي أنا خلطت للهدف متاعي اللي هي مواطنة متوازنة دونك عندها ما تقول، عندها الأفكار متاعها، تحاول بطريقتها معناها البسيطة كون هي توصل المعلومة، وتحاول كونها خاصة تكون تحس روحها اللي هي مصدر نصح ومصدر تعديل سلوك، وتدخل الزملاء اللي تنجم الظاهرة كيف ما هذية تتفشى بطريقة سلسة معناها في وسط المجموعة، فمنجم يكون كان فخورة بهم، وإن شاء الله ربي يوفق شبابنا الكل. أكيد إن شاء الله ربي يوفقكم، وأنا ندعي الناس اللي يسمعوا فينا خاصة التلامذة باش يمشيوا ويقبلوا على النشاط هذايا ويكونوا حاضرين فيه. ما 23 دقيقة مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للأربعة متاع العشية، مازلنا زادة في استقبال تليفوناتكم على 70 35 120. ما تبدلوش الموجة، ما تبعدوش شوية، وهنا راجعين. حاولوا نحيوا كل الحاجات متاع الاختلافات اللي راكم كلكم كيما بعضكم، هذوما الحاجات اللي خلاو والله فما تفاعل برشا من عند التلامذة، إن شاء الله تنقص على الظاهرة هذه، خاطر وليت عندها انعكاس هي سلبية على نفسيتهم وكل، إن شاء الله تلامذة يكونوا واعيين شوية.
يعطيك الصحة سي عماد، إن شاء الله نوصلوا نهار نحكيوا على درجة وعي على الأقل حتى متوسطة، وبشوية بشوية نوصلوا لدرجة وعي مقبولة في الموضوع هذا. أنا فقط حبيت ملاحظة صغيرة على كلام سي عماد وقت اللي يقول الفرق بين تلميذ من الريف وتلميذ من المدينة، أنه إحنا اليوم في تونس راهو ما تجاوزنا هالفرق بين الريف والمدينة، ولينا نحكيوا على مستوى الجهويات، ونعرفوا أنه المشكل هذايا في تونس ولو أنه ما يبعدش برشا على موضوع التنمر، لأنه كما قال سي عماد فما تنمر حتى على مستوى الإنسان هذا من جهة والآخر من جهة أخرى. مازلنا للأسف ما تجاوزناش الاختلاف في بين مدينة وريف وبين منطقة لمنطقة، بين معناتها برشا اختلافات مازلنا للأسف ما تجاوزناهمش. هي المشكلة كما قلت يعني مشكلة في كيفية التعامل مع الاختلاف. عندنا مشكلة كيفاش نتعامل مع شخص مختلف معي، يلزمنا مهما كان الاختلاف راه صعب، مهما كان اختلافات بسيطة جدا معناها ما يتمش قبولها. وهذا يطرح نفسه السؤال، نحن اليوم في وسط المؤسسات التربوية نتاعنا أو استراتيجية وزارة التربية اللي هي اليوم تندد بالمساواة بين الجنسين حتى داخل القسم، عدد الإناث يجب يكون مقابل عدد الذكور، وقت اللي اليوم وزارة التربية تندد ببرنامج الدمج المدرسي، معناها نحن اليوم كي نجي نرجع هكا بشوية ونحن نحلو في الموضوع هذايا، نحن نقبلوش بعضنا على خاطر هو ولد فلان ولا ولد ريف ولا ولد بلاصة فلانية، فما بالك باش تقتل اختلاف على خاطر هو التلميذ من ذوي احتياج خصوصية، فما بالك ما بين الفروقات الاجتماعية ما بين اللون ما بين العرق ما بين الدين ما بين نحن فين توا في هذا الكل. معناها ناس نحن نقولوا سيبوزي رانا ما شاء الله في قرن 21 رانا وصلنا الظواهر ما أعمق من هكا ما أحسن من هكا، فتلقانا في حاجة في كل ما عنده علاقة بالمجتمع وبالظواهر الاجتماعية تخش علينا رجعيين في الظواهر الاجتماعية، رجعنا سنين إلى الوراء. هذا شنو منيش وعلاش وشنو تداعياته اليوم اللي نلقاه اللي هو المجتمع التونسي ولا ينسب له كونه مجتمع مكتئب، وقت اللي اليوم نشوفه اللي عدد المحاولات الانتحار تتفاقم حتى في صفوف الأطفال، واللي ما عادش نحكيه على في صفوف المراهقين أو الشباب أو الكهول، هذايا راهو كل شيء مربوط ببعضه. أنت وقت اللي صغيرك من الأول تربيه على أساس كونه هو في سباق متواصل، في سباق متواصل، انت لازمك تكون كيف خير من خوك خير من ولد خالك خير من ولد عمك خير من زميلك اللي في المكتب، لازمك تجيب الاعداد، يلزم الحب المشروط الحب المشروط، كلمه الخايبه كلمه الخايبه كي ما تجيبش وما تكونش ممتثل للاوامر والنهي والمنع للوالدين. شوف انعكاساته على نفسيه الصغير، قبل الصغير يقرا بزوز كتب ولوح الكرتابه، وكيف ما بين الاوقات يمشي يخرج يلعب مع ولد الفقير وولد الغني وولد فلان وولد فلتين، ما كانتش عندنا هالقيود الاجتماعية اللي نعيشوها اليوم. والفقر هو معناتها مدام سونيا في المخ، عمره ما كان الفقر مادي، هو الفقر المعنوي، الفقر للقيم، الفقر إلى التربية الصحيحة والسليمة، أخلق أبجديات الإنسانية اللي هو الرحمة والرأف والتسامح. نحن نغرسوا فيه فيش اليوم في صغارنا، كيفاش نمرسوا في المكتب على أساس درس في مادة معينة، إيه وعلى أرض الواقع في عائلته في النشأة بتاعه في محيطه ما بين أصحابه. أنت اليوم في وسط القسم تمشي كأخصائية نفسانية تعمل نشاط اللي هو على الحد من ظاهرة العنف أو من ظاهرة التنمر، نقوز نوقز الجرس متاع الليسي ولا متاع الإعدادية نوقز، تتلفت وراك تقاهم كلهم خرجوا يدزوا في بعضهم، والكلهم يقولك هذيك خليناه الداخل نحن هنا نعيشوا حياة أخرى. فما فرق كبير اليوم ومساحة عمال تتسع ما بين كل ما عنده علاقة بالأسلوب البيداغوجي والتربوي وحقيقة الشخص وشخصية الإنسان، الفرق هذا عمال يمشي ويتفاق. نحن يلزمنا نقصر المسافات، نحن يلزمنا نمشي في تمشي واستراتيجية وطنية في تقصير هذا المسافات. لو كان باش تاخذ ظاهرة التنمر وحدها يا سيوا، وكان باش تاخذ ظاهرة العنف وحدها، وكان باش تاخذ ظاهرة أخرى كيف وحدها، وفات كوتكي وانت تحلل فيه الموضوع باش تلقاه الكل متماسك، الكل مربوط في بعض، سيركل واحدة ما تنجمش تفككها على خاطر تبدا مك نقطة الانطلاق هي الأسرة. وانا لهنا انسان دراي فرح اللي هي تقولك راهي نقطة الانطلاق هما الوالدين، الى نقطة الوصول اللي هي المؤسسة التربوية. اليوم
اليوم انت صغيرك من اللي عمره 5 سنوات اللي هو في مستوى تحضيري لين يتخرج بكالوريا هو قاعد في منظومة تربوية اللي هي ولات الله غالب ما تتمشاش اليوم مع طريقة التفكير متاع التلميذ اليوم متاع 2022 حتى مع الواقع اللي احنا نعيشه فيه معنا تقدموا في دروس التلامذة معنا حتى محتوى معرفي تغيب عنه السلوك الحس المدني المواطني ماهيش تقدموا في خصوصية المعرفية متاع التلميذ متاع اليوم يعني الأستاذ اليوم مهمته أنه يعطي المعرفة وتحفظ ألورك هي مؤسسة تربوية يعني دور الأستاذ هو اللي باش يعطي المعرفة وهو زاد المربي تربية يعني والمؤطر بطبيعة وهنا أنا نقترح مثلا علاش ليه ما نعملوش ميثاق تلمذي علاش كل مؤسسة تربوية ما تجمعش هتلامذة هذوما كل حول ميثاق تربوي تلمذي بيناتهم الكل يقوم على أسس التعامل مع الآخر كيفاش يزمني نحترم الآخر في اختلافه معي يزمني كيفاش نقبل كيفاش نقبل الرأي المخالف كيفاش نقبل بالقواعد العيش الجماعي كيفاش نحمي كرامة غيري ما نعرفش كيفاش يعني نتجنب العنف نتجنب خطاب الكراهية اللي فيه ياسر تمييز فيه خطاب متاع تحريض على العنف دونك إذا كان التلميذ يدخل للمؤسسة التربوية ويعتبرها كإطار باش يتلقى فيها المعرفة فقط والجانب السلوكي مغيب تماما خاصة زيد نعاود ونقول في غياب الإحاطة الاجتماعية والنفسية في إطار مؤسسة تربوية في غياب خلايا الإنصات أنا تلميذ كي يتعرض المشكلة كما هكا متاع التنمر ينجم يرتاح الأستاذ كما يرتاحش الأستاذ شنية يعمل صحيح. تقعدك الحاجة هذيك مكبوتة في داخله ألورك كان جات المؤسسة التربوية فيها أخصائي اجتماعي أخصائي نفساني الأكيد أنه باش يلجأ له لأنه باش يلجأ الشخص عارف انه باش يلقى الاحاطه منه باش يعرف كيفاش يفهمه وكيفاش يلقى له الحل ويخرجه ممكن من حاله الاكتئاب اللي هو فيها ولا حتى تثمين لكلامك مدام فرجانيه سامحني كان قصيت عليك بالعسل هو ساعات انت وتحط ساقك في المؤسسه التربويه الأستاذ وبكل عفوية يقولك يا مدام علاش عطاوك كان تلامذة علاش ما خصوناش نحن بيدنا الإطار التربوي أخصائية نفسية راهو نحن بيدنا في حاجة ويتعرضوا زاد الأساتذة للتنمر أو للأمانة ونجهل في بعض الأحيان نجهل حتى كيفاش هو بالوعي أو بطريقة واعية أو بطريقة غير واعية ساعات الأستاذ بتدخل باش ينجم يحافظ على هدوء القسم وسير الدرس ساعات بطريقة عفوية يقول كلمة ينجم الكلمة هذيك تأثر في التلميذ على 40 وكي تأثر فيه بطريقة مباشرة ولو كان عند حسن نية ولكن اليوم علاش على خاطر كيف ما قلت لكم فما برشا فارق كبير ما بين نحن جيلنا نحن وجيلي نحن فيه توا فبتظليل هذه المسافة بين الأجيال يلزم دور الصحة النفسية يكون موجود كسوا موجود عند المربي هو بيدو ساعات المربي يقولك انا حتى في صغاري ولات عندي صعوبة في التعامل مع ابنائي خاصة كي يخلطوا مرحلة المراهقة فما بالك مع 40 تلميذ في القسم معناها 40 شخصية قدامك في ساعة من هو مطالب فيها كونه عنده كفاءة بيداغوجية ما يخلط لها في 50 دقيقة معناها لهنا هو بيدو كمربي ممارس عليه الضغط هو بيدو في حدته يتمارس عليه التنمر من نظام بيداغوجي اللي هو يقري فيه دوك هو يزمو يخلط الاهداف معينه ولكن لفات يضيع لك نص ساعه ساعات باش يهدئ قسم باش ينجم يوصل معلومه راهي المهارات هذه ما يكسبهاش اي حد مع احترامتي للزملاء هم يعتبرهم زملاء نفتقد في بعض الاحيان الحاجات هذه اليوم المهارات الحياتيه البسيطه جدا البديهيه اللي هي تخول لك كاستاذ انت كمربي باش تخدم باريحيه في ظروف ملائمه وظروف ملائمه مع شخصيات متعده ومتخالفه وفيها برشا اختلاف ومتنوعه وانت باش نجم تنسق ما بيناتهم ويكون فما تناغم خاصه داخل القسم راهو هذا مش اي استاذ نجم يكون به دونك اللي عنده جوستمون صعوبات باش يوصل الهدف هذايا ينجم يظللها عن طريق أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي اللي هو غير موجود اليوم اللي هو اليوم غير موجود عقبة كبيرة بصراحة
الإحاطة النفسية بالشخص اللي تعرض للتنمر وإلا الشخص المتنمر. تحب نحكيه عليها طول نعمل ترتيحة مع الموسيقى ونرجع. على راحتك كيف ما انتي تحب به نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم. نعود نذكركم 70-35-120 على ذمتكم إذا عندكم أي استفسار يخص الإحاطة النفسية بالأشخاص اللي تعرضوا للتنمر أو الأشخاص اللي هما متنمرين في حد ذاتهم. كلمونا على 70-35-120. ما 3:47 دقيقة هكا نكونوا وصلنا معاكم وإلا بدينا نوصلوا معاكم لختام حصتنا لليوم. بدينا معاكم من ماضي ساعتين حتى التوا موضوعنا كان التنمر. إذا عندكم أي اقتراحات متاع مواضيع تحبون نطرحوها في منتدى الحياة من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين حتى الأربع الموعد ديما يتجدد معاكم بمختلف المواضيع الاجتماعية المهمة الحارقة اللي ديما تشغل بالكم اللي تحبوا تلقوا لها الإجابات واللي تحبوا تفهموها من جميع جوانبها. وأكيد ديما لهنا نسلطوا ضوء على الجانب النفسي كإذاعة للصحة في تونس وفي ولاية القيروان. حبيت ناخذ من عندكم كل معناتها الحضور. نعاود نرحب بكم في الختام مدام سونيا جبالي تعودتوا بها ديما حاضرة معنا الأخصائية والمعالجة النفسانية مدام فرجانية. يعطيك الصحة لحضوركم معنا. بعد شوية باش تعطينا كلمة الختام. واليوم اش باش نقول معناتها باش نقول مش ضيفة هي نجمة الاستوديو اليوم فرح. باش نبدا بك انت تعطينا كلمة الختام في موضوع التنمر ومن بعد نجي لمدام سونيا ومدام فرجاني. نتصور احنا حكينا على الموضوع من الجوانب نتاعو كلما توا نحب نوجه كلام للمتنمر عليه. نحب نقول لكل شخص تعرض للتنمر خلي ديما عندك الكونفيونس اون سوا، ما تخليش شخصيتك هشه على خاطر ما هيش اول عرق اللي تتعرض لها في الحياه ومازلت باش تواجه صعوبات ما اكبر. دونك خليك ديما حاضر وما تكونش هكا لين وهشفيسه. وراهو ما فما حتى انسان خير من الانسان الاخر خاطر كلنا من تراب. واكبر دليل انه الله عز وجل قال وعسى ان يسخر قوم من قوم حتى يكونوا افضل منهم. والكمال لله عز وجل، لذلك ما تحط حد شايف في بالك ورانا كلنا من تراب. وان شاء الله نكون وصلت المعلومه وكونوا كيما فرح مدام سونيا. والله انا مش نقول دار باش عمكم فيكم لي على به. انا الحاجه اللي بتتخي لازمني نقولها اللي راهو الانسان اللي يتمارس عليه عمليه التنمر راهو وقته هو يعيش حاله الم شديده جدا. معناها ينجم يخم في أي حاجة، ينجم ردة فعله تكون غير مدروسة، ينجم ردة الفعل هي مش بتكون على الآخر، هي ديما ردة الفعل بتكون عليه هو، على خاطر هو جوستمون ما وقعت عليه عملية التنمر. إلا من متنمر كان كيف ما قبيلة فسرنا اللي هو ذكي وعرف شكون يختار باش ينجم هو الإنسان هذاك اللي ما يقومش بردة فعل. راهو ساعات المتنمر يبدأ كيف نحن نقولوا الصياد، يبدأ يصطاد زما في أسلوب الفدلكة، يرمي كلمة هذا يرمي كلمة هذا الإنسان داك الإنسان كل الإنسان اللي يتحسس وما يقومش بردة الفعل هذاك هو معناه خلط للهدف متاعه ووقتها يولي يمارس عليه بالوتيرة دونك عملية التنمر. دونك لهنا شو نحب نقول، نحن ما نجموش فما حاجات تبدا ظاهر علينا، دونك فما حاجات نقاط ضعف تبدا ظاهرية فما نقاط ضعف باطنية اللي هي تنجم تكون نفسية أو اضطرابات داخلية نشوفوهاش بالعين المجردة. كيف ما فما تكون عنا نقاط زادة تكون ظاهرة في الشكل في اللون في برشا حاجات اللي هي تنجم تكون معناها نقاط استهداف المتنمر. فإنا هنا شو نقول الأولياء اللي يبدأ صغيراتهم يعانيوا من حاجات معينة تبدأ ظاهرة للعموم، ما يزمكمش تربيهم بطريقة هشة بمعنى انت راك تسخف وإلا كل حماية المفرطة. دونك انت كي تحمي صحيح انت كي تحمي صغيرك اكثر من لازم راك باش تضره، كي ما تحميه الجملة راك باش تضره. دونك يزم ديما فما توازن اسري في طريقة تربية الصغير، يعني انت تحضره نفسانيا اللي نجم تصير عليه حاجات كيف ما هكا وتعطيه الآليات الوقائية والدفاعية، مش معناها ضربك اضربه قلك قله، مش هذاك هو قوة الشخصية، هو في قوة المنطق وليس في قوة اللغة. اش معناها؟ يزمك انت تعرف كيفاش تاخو تحمي روحك. قديش محليهمك الصغيرات اللي حتى كي تقول لهم كلمة بأسلوب فدلكة تنجم تقلقهم فهو يضحك ويقول لك عادي، تجاهل، نوع من التجاهل صحيح، نوع من التجاهل فن به. هو نحن كيف ما فسرنا بتدخ في حلقات أخرى قلنا بالنسبة للصحة النفسية المناعة بالنسبة للصحة النفسية اسمها آليات حماية الذات. دوك انت كولي او كمربي او كأستاذ او كإنسان حتى في الشارع تعلم انت على روحك الساعة ومرر لصغارك اللي راهو من آليات حماية الذات في عمليات التنمر هو التجاهل وعدم الوقوف
على الواقعة اللي صارتك، ما تقعدش تخمم فيها، تعديها مرة كرام. دونك نتعلموا التجاوز، أما التجاوز الإيجابي وليس السلبي، مش بمعنى التراكمات، بمعنى كي صارت حاجة عادية باش تصير أكثر منها، دونك ناخذوها في منظور العادي. قد ما تكون عندك ثمن ذات صغيرك على قد ما يكتسب معناها ثقة بالنفس، راهو ثقة بالنفس والتثمين الذات، نقولهم أنا كتو أمني ما قصينا لهمش كوردون بلي كلمة بينت بعضهم. ما تنجمش تكون عندك ثقة من غير ما نثمنوا لك الذات نتاعك، وما تنجمش تكون عندك تثمين ذات من غير ثقة، دوك الزوز مع بعضهم. ثمن ديما ذات صغيرك، كون أنت تعطيه الشحنة المعنوية الإيجابية باش تقوي له جسمون المناعة النفسية اللي عنده، فبحول الله تنمر أو غيره مش باش يقلقوا حتى طرف. يعطيك صحة مدام سونيا، كلمة الختام ليك مدام فرجاني. كلمة الختام ديما نقول، خاصة أنا باش نوجه خطاب للمتنمر، قبل ما تخرج أي كلمة ديما حط روحك في بلاصة اللي بيش تنمر عليه. كما أنت ما تقبلش كلمة هكا تسيء لك تجرحك، دونك حاول أنك تبعد على الكلام الجارح، على الخطاب اللي فيه تمييز، اللي فيه عنف لفظي، اللي فيه حط من كرامة الآخر، راو حتى في قالب تفدليك. مش كل شيء تقبل، مش كل شيء تقبل. وديما زيدا كما نقول، وإحنا الفكرة نعاودها، الكلمة قبل ما نقولها نعاودها برشا مرات قبل ما نقولها، لأنه راو الكلمة كي تخرج وتجرح راهو صعيب يسرك الجرح فوالا بشبرة. نداء ايضا للعائله بجاه ربي، تلهوا بصغيراتكم، حاولوا انك فوالا احتويهم. العنف الاسري راهو كي تربى صغير في اطار عائله فيها يسر عنف، راهو تتوقع من ولدك نهار اخر انه زاد هو بيدو باش يكون عنيف. دونك ندائي لوزارة التربية أيضا في عملية مراجعتها للمنظومة التربوية، بالله مؤسسة تربوية نحبوها ترجع بالحق، مؤسسة تربوية ماهيش تعليمية فقط. فوالا نحبوا ننشئوا مواطن متوازن الشخصيه، مواطن واعي بحقوقه وملتزم بواجباته. هذا هو ختام كلامي. دونك ان شاء الله ان شاء الله كنا خفيفي ظل على المستمعين، ان شاء الله الكلام اللي قلناه يوصل. وصل فوالا يوصل، ان شاء الله المعنيين بالامر، الميساج يكون وصل للناس اللي يسمعوا فيها. تحيه كبيره لكم انتم اللي حاول نورتونا في الاستوديو الحضور. تحية زادة للأوفياء منتدى الحياة اللي تواصلوا معنا من توا حتى للأربعة متاع العشرية. احنا هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا في منتدى الموعد، يتجدد معكم إن شاء الله نهار الاثنين الجاي بمواضيع جديدة. نشكر سهيل السلمي وشاكر الشحاوي في الديجيتال، أمنة بوخيت كوتي تكنيك، أحلام العامري من قسم الأخبار. سينو نقولكم تابعوا بقية برامج الحياة فام جوك على 93 من توا حتى للستة متاع العشرية، الموعد اليومي بالمسابقات والألعاب والفقرات المختلفة، موجز الأخبار كيف كيف، أهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية. في لمين نسلكم القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة، مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية والتنموية.